عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا احلى اخوات واحلى عيله في الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. ايه ايه وربنا ما مقصود والله لوحده كده. طب صلوا على النبي يا جماعه كده ونزيد النبي صلاه. ايه رايك في الموضوع؟ هترمي ايه تاني؟ مفيش حاجه تترمي. اقعد لا نفسه هيختص. طب قول لهم باي. قول لهم باي. قول لهم باي يا يوي. باي. قول لهم باي. باي. النور. قول لهم النور اتقطع. قول لهم النور قطع. قطع. قول لهم قطع. باي. قطع. بصوا يا جماعه احنا جايين لكم بقى في التحدي التقيل. التقيل قوي 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 قوي. وبدل جينا بالحلل هو حليته برد انا حليته سخنه. معانا ايه؟ محشي مشكل كوسه وبتنجان وفلفل. كل واحد بقى ياخد صلاته صلاته على النبي. اتفضل يا معلم يا كبير. بسم الله. انا مالي يا ولد كده اهو. بسم الله. انا بحب الصوص ده اغمس بيه يا جماعه. بصوا بصوا. خد يا معلم. يا باشا خد يا باشا. يس اتفضل. ودول صنفين المحشي الجبار. بسم الله. معدودين بالصوبع والله بالصوبع. بسم الله الرحمن الرحيم. الشوربه هنجيبها لورا كده عشان المحشي يطلع لقدام. بالله عليكم قبل ما نبدا التحدي ما تنسوش تحطوا لايك والشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. شوشو اكلت على طول رغم ان المحشي بتاعها مولع نار. بتاعك بارد. مبرده له من امتى صح؟ بصوا يا جماعه انا خدت كوسايه كده اكلتها عرفت ان المحشي ده حكايه. تسلم ايدك يا بتشوف. الله مفيش منديل جنبك يوسف رماك. ولد صعب. ولا كوسه. نور الصوص ده اللي بيقع بقى تاكله بيه كده. اختراع يا كوتش. صوص بس مش بيلسع. حط لك منه. عايزك تجربوا الشوربه. حكاية حكاية. الله بسم الله. أنا بعشق الشوربة مع المحشي. لسان العصفور. لو هي إيه شوية شوربة كده إيه؟ النهاردة مش هتكسبني. نفسي أشوف كده. فلفل مش حامي يعتبر. ضحك عليا. نور ازاي اول صابع ما كانش حامي سخن قوي. بعشق البتنجان. بعشقه. بعشقه.
الفلفل الحامي ده نوع مش حلو وليه قشره تخينه كده. مسكر حرق؟ لا بجد والله مسكر يا ماما مسكر. ترجع تقول ايه؟ صح بطن بتوجع ايه حبيبي؟ مسكر. اه مش طعمه مش حلو. بصوا يا جماعه ايه ده، انا بساعدك ليه؟ انا مش قايل لك في التحدي ما انتش هساعدك يا راجل؟ خليتني اساعدك برضو. لله لله مش شرط عليك. لله لله اسرح. بس نشيل الفيشة. احلى اكل يا جماعه في الدنيا المحشي، خصوصا في الشتاء، خصوصا في كولومبيا. طريقه جميله. حط اللايك يا اختي شايفاكي ما حطيتهوش. الفص قشطه. الفلفل ده مع اني بحب الحامي النهارده احلى من الحامي. تحفه. تنهيت ايديا. شكلك هتخسري ولا ايه يا شوشو؟ لو بنت محمد متعقد من شعره. تعرفين يا جماعه الواحد بيبقى وجعان جدا وبيجي في التحدي بيشبع. امال لو ما كنتش شبعان الحقوني الحقوني. الباذنجان جايبه كبير قوي، هو ادي كبير حرام ما فيش غيره. قلت له هاته خلاص عشان نحكي. الباذنجان بقى قليل اليومين دول. الباذنجان بقى قليل. بلدي الباذنجان ده بلدي. مين قال لك؟ بياع. مو طبيعي يقول لك بلدي اصلا، مش هيقول لك بلدي. مش هيقول لك صوبه ولا مش عارف ايه. نسي بطل ثقته في البياعين. بيثق عمياء. الله تسلم ايدك يا بنت يا شوشة. يا مدرسة يا مهندسة. كل كل انت شبعان. هفتان. ماما اقول لك خبر مفرح. فاضل 8 ايام على الامتحانات. فرحانه انت بتسدي نفسي.
ما تهدى بقى. خسروا بطاطا. عمال اشد وامد هو يشد اكتر، كل ما اشد وامد هو يشد ويمد اكتر. ايه ده؟ خسرانه خسرانه. ممكن تنسحب؟ لا ليه حلو؟ لسه الصينيه اهو. انت تعرف عن اللي بنسحب؟ اه والله؟ اه والله. هنشوف. مش هو صعب بنسحب يا مامي؟ اه. انت تبع امك. طيب بالله عليكم ما تنسوا اللايك. طب غش احط ما جنبيش طبق، غش فين؟ ارمي عليك؟ ايه يا ابنبي اتفقوا. ارمي فين؟ تسلم ايدك يا بنتي يا شوشو. ده تحدي صح؟ انسحب يا جيت خسر؟ بص قدامي محشي كتير. اه لا تراجع ولا استسلام. محمد ده نصيحة. تلعبيش مع الأسد. لا طبعا ده نصيحة. شحيني عشان تكسبي. ده نصيحة يا ابني. ده نصيحة. عايزة نصيحتي يا ماما؟ مش هنسحب. عايزة نصيحتي. وربنا وراه لغاية بصوا ياكل. عايزة نصيحتي؟ ابدأي بالمحشي. انا بلعب على الهادي يا زبادي. لا ما نلعبش على الهادي. على يا زبادي. انا والله باكل بجد. وربنا وني. ما وقفتش. والله بعمله ده ايه؟ ده هزار ده مش بجد؟ كده هزار، انا بتكلم وانا باكل. ما بشربش الشوربة؟ لا 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 لا. محمد رسول الله. لا لا. بسرعة يا حجة. مش وقت خناق. ده عمال يبص للصينيه مش قادر. اسالني انت عارفه ان لما ايه حقنا محمد لما بيلعب بيلعب بجد مش بيقزقز لب. على هاد العب على هاد العب على هاد. على هاد دلوقتي ما تجيب اخرها هي جابته خلاص. بياكل سنين فاخد حته برتقال. لا بجد بعد التحدي. لا لا ما فيناش من كده. احنا كده بنلعب. لا ده قاعد ينقنق. قول ان انت انسحبت. قول قول. بص يا جماعه الحمد لله كسبتها بجدارة. لا لا انا مش بقول لك ليه. لا انت انسحبت. والله باكل. انت انسحبت. هطلع الباب ايه يا ماما؟ ايه؟ هاي انسحبت يا جماعه. انسحبت؟ متأكد؟ هطلع الباب ايه طيب؟ احنا نطفي ونفكر. لا
بيصبر عليك. الولد ده لما بيدخل معاها ضدي وما انتش عاجبه بيصعب عليه، بس انا بعد كده معاك قشرتين برتقال. ها؟ قشرتين برتقال. مع جلده. مع حته جلده. لا 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 لا. بعد الاكل غير الوضوء هتعمل لي كده ليه؟ معلش. ليه؟ اكل لك صبع محشي؟ لا يا شباب. انا ما بعملش معاك الكلام ده. عايزه اشوف لك حته جلده. هتزعلي مني بعد كده والله. والله هتزعلي مني. يلا يا ماما. سيبك سيبك دي كلها تهديدات. حته عظمه اهي صغيره. اهو عظمه اهو والله يا جماعه. بصوا عظمه قشر برتقال وجلد فراخ. يعني اعتبر نفسك كده ايه؟ قاعد في الصحراء. بسم الله على بعضيها ساندوتش. بصوا يا جماعه انا عايزكم تبقوا انتوا شاهدين. بس مش عايز اكتر من كده. عشان لما اجي اعاقبها يعني اتفرجوا على العقاب ده. ادانا قشر برتقال جلد فراخ وعظم وقشر برتقال. والله مدياك عظم مش من ناشف، انا نقيت لك عظم. ماشي ماشي بس ومن عظمك عشان ما اعرفكش. ما نرجعش معايا. يلا بسم الله سامي. النفس الحلوه لها الجنه. ماشي ماشي. ولو عجبكم الفيديو بتاعنا يا جماعه ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.